من ضمن المواضيع اللي لقيتها شيقة جدا بعد ما درستها وفهمتها في البرمجة اللغوية العصبية هي موضوع الانكرينج او الروابط. انكرز الروابط انكر بالعربي يعني مرساة، والمرساة هي الحاجة في السفينة اللي بتترمي عشان تحدد قطعة معينة من الارض الناس تربطها بيها، البحرين يربطوها بيها زي مثلا فيها سمك او حاجة، فبيبقى عايز يحدد المكان ده فبيرمي المرساة بتاعته في المكان ده فتبدأ ثابتة. نفس الموضوع ده بيحصل عندنا عن طريق خلق شعور قوي زائد مؤثر خارجي، مؤثر حاجة شفتها، حاجة سمعتها، حاجة لمستها او حاجة تذوقتها او شمتها. كل ده بيحصل عن طريق القنوات العصبية اللي موجودة عندنا والإدراك بتاع عقلك اللاواعي. فعمرك دخلت مكان افتكرت شخص معين؟ هل عمرك سمعت أغنية دخلتك في حالة شعورية معينة او حتى بيرفيوم؟ هو ده الانكرز. وفي حاجات كتير ممكن تستخدم الموضوع ده زي الحاجات دي، زي الهالوين فور اكزامبل. ففي شعور معين بيجي لما بتفتكر الحاجات دي، اما عينك بتشوفها او ودنك بتسمع اغنيه معينه، السلام الوطني على سبيل المثال، او اي حاجه ممكن تدخلك في حاله شعوريه معينه. ده اسمه الانكرنج. الشركات بتستخدم الموضوع ده، ولقيت انه بيستخدم كتير في الماركتنج، ويعني في براندز كتيره مربوط البراند بحاله بتخلي العميل بتاعها بيقدر يستخدمها. يعني في سبيل المثال كوكاكولا فور اكزامبل دايما بتربط حته الفرح، فافرح، افتح تفرح. كل الحاجات دي ممكن تدخلك في حاله شعوريه معينه. الحاجات اللي كانت بتيجي في وقت الفطار في رمضان على سبيل المثال، فبيربط ما بين انت طبعا في رمضان صايم طول اليوم، يجي وقت الفطار تجمع بتاع العيله، صوت معين، صوت قران معين مثلا، كرتون معين او اي حاجه بتتفرج عليها. فطوطه من اشهر الحاجات اللي عدت على الناس كلها، وهتلاقي في اختلاف الجيل كل واحد في دول بيتغير. الحاله الشعوريه اللي بتتربط مع الاحساس ده، فانت في احساس قوي دلوقتي، انا بفطر ومبسوط ومع العيله بتاعتي، وفي نفس الوقت انا شايف صوره حاجه معينه. الصوره دي بترتبط بعد كده في ذهني بالاحساس ده، ولو شفت الصوره دي بعد كده بيجي لي نفس الاحساس. فدي تقدر تستخدم بقوه في التسويق. نفس الموضوع حتى على المستوى الفردي، انت ممكن يكون في روابط معينه موجوده عندك اوريدي موقفاك عن حاجات، لان في روابط معينه او ذكريات معينه مربوطه بشكل غلط، تقدر تغير ده او تبدله، وتقدر تخلق روابط جديده. يعني على سبيل المثال اشهر واحد في العالم في المجال بتاع التدريب دلوقتي اسمه توني روبنز، هو في الاصل NLP ترينر، وكان في وقت من الاوقات بيسمع فيديوز زي ما انت تسمع دلوقتي الفيديو ده، وبدا يشتغل على نفسه جدا. ومن ضمن الحاجات اللي عنده ان هو عنده رابط معين، انكر معين بيولده ساعه ما بيقف قدام الستيج ويتكلم. الناس اللي عندها رهبه من الوقوف قدام الجمهور على سبيل المثال، فتقدر تعمل نفسك رابط معين بيخليك توصل للحاله الشعوريه اللي انت محتاجها عشان تقدر تقف وتبرزنت قدام الناس او تعرض الحاجه بتاعتك قدام الناس. بغض النظر عن حالتك عامله ازاي، هتقدر توصلك للحاله اللي انت محتاجها عشان تقف وتعرض قدام الناس. لو عايز تعرف اكتر عن الموضوع ده ادخل على Career180.